عايزين نروح إلى مثلث ماسبيرو، منطقة مهمة في قلب القاهرة بجوار مناطق استراتيجية ومباني استراتيجية. الحكومة عبر سنوات طويلة بتبحث عن حل لمعضلة مثلث ماسبيرو، اللي هي إخلاء مثلث ماسبيرو من ساكنيه، مش إخلاء قسرا أو جبرا لا سمح الله، ولكن إما بتوفير عدد من الشقق ليهم اللي عايز ياخد فلوس. هذا الملف بيتابعه الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان ورئيس لجنة تطوير منطقة ماسبيرو، وهو معايا على التليفون. عايز أعرف إيه اللي حصل أو إيه آخر الأخبار اللي تتعلق بمثلث ماسبيرو. اتفضل دكتور أحمد. مساء الخير. أهلا بيك. مثلث ماسبيرو زي ما حضرتك ذكرت في الخبر هو شغالين فيه بقالنا فترة، وصلنا دلوقتي ان اكتر من ثلث الاسر تم تلبية رغباتهم. تقريبا كام يعني، كام اسرة مقيمة هناك وانتوا تعاملتوا مع ثلث الاسر؟ في حوالي 4300 اسرة. نعم. احنا بنتكلم في اكتر من 2200 اسرة دلوقتي اخذوا التعويضات بتاعتهم. راضيين بالتعويضات؟ طبعا ما حدش بيخرج من المنطقة، وده الاتفاق معاهم من اول يوم، ما عادش بيخرج من المنطقة غير بالرضا تماما. احنا النهارده بنتكلم في اكتر من 900 اسرة اخذت الشيكات بتاعتها النهارده الاحد لحد النهارده، يعني مش النهارده 900 اخذت، لحد النهارده وصلت 900 اسرة اخذوا الشيكات بتاعتهم، واكتر من 360 اسرة راحوا الاسمرات كبديل. والمحافظة القاهرة شغالة في الفترة دي كلها بننقل الناس. الهدف بتاعنا ان شاء الله يعني على اخر السنة نكون طورنا، يعني الناس كلها خرجت، بس احنا نقدر نبتدي الدوله بقى دورها هنا انها تطور المنطقه تاني، واحنا هنبني لحوالي 900 اسره اللي هم طالبين انهم يرجعوا تاني. هي الحكومه لما تاخد ارض مثلث ماسبيرو عايزه تعمل فيه ايه؟ لا، الحكومه مش تاخد ارض مثلث ماسبيرو، لان ارض مثلث ماسبيرو ده ملك افراد وملك شركات. الحكومه بس بتخش داخله في شراكه مع اصحاب الارض بغرض تطوير المنطقه، وبغرض الجزء الوحيد اللي هتاخده الحكومه كارض هيبقى الجزء اللي هو خاص ببناء الوحدات السكنيه للاهالي اللي عاوزين يرجعوا. طب لو الارض ملك افراد وشركات كبرى، حضرتك ليه بتتفاوض؟ ما هم الشركات دي ايه؟ هي اللي تروح تتفاوض، هم الملاك. صح، ده كان ممكن، بس احنا عملنا الخطوه دي حفاظا على المواطنين واهالينا اللي عايشين جوه المنطقه. احسنت. لان ما يفضلش حالهم كده كتير. يعني انت كده بتمثل المواطنين وليس الحكومه. انا ممثل الدوله بكل اطرافها. نعم، شعب وحكومه. بالظبط كده، وحكومه وكل مواطنين القاهره على فكره من حقهم ان قلب القاهره يبقى حاجه تليق بيهم وتليق بعاصمه مصر. ما ينفعش تبقى منطقه في قلب القاهره حالها متدهور بهذا الشكل. فهو ده الهدف من التطوير. طب الساكن في منطقه ماسبيرو ايه هي الاختيارات اللي امامه؟ فلوس او كان في ثلاث اختيارات عامه، ان هو تعويض مادي، وان يا اما يروح الاسمرات يا اما يرجع تاني في المنطقه بعد التطوير. ومن ال 4300 اسره اللي ساكنين هناك، احنا نزلنا لهم على فكره وعملنا تجربه جديده، كان كل اسره في استماره بتقول رغبتها وبتقول ايه اللي نقدر، ايه اللي هي عاوزاه تعمله من الثلاث اختيارات دول. فحوالي 2900 اسره قالوا احنا عاوزين التعويض المادي، وحوالي 450 أسرة قالوا احنا عاوزين نروح مسبير الأثمارات آسف، وحوالي 900 أسرة قالوا عاوزين نرجع جوه المنطقة تاني بعد التطوير. أنا بشكرك دكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان، رئيس لجنة تطوير منطقة ماسبيرو.